الحمد لله الحمد لله، كنا كنتمنوا من الله باش تصب فوقتها ولكن تعطلات، ولكن الحمد لله بها. واخا ما غاداش تفيدنا بزاف، ولكن على الاقليه غادا ترخفنا نفسانيا وهذا، نحسوا بشي حاجه راه كاينه والله سبحانه وتعالى استجب الدعاء ديالنا. وهادشي اللي كاين لانه واخا الفلاحه ضر راس من شي حوايج بزاف، وعلى الاقليه نشوفوا بعداك راه كاين واحد الامال ان شاء الله. الا عاود عطات واحد المجهود واحد الاسبوع وهذا وشي مليمترات كثار، ماشي بحال دابا ثلاثه ولا اربعه تكون دي هذا وشويه الثلج. سمعنا البارح بان راه كان الثلج في شي مناطق وهذا الشيء اللي غيجمع شويه الماء، وهادشي راه مهم للحياه، راه الماء هو الحياه، راه الانسان كنتمنوا من الله الخير. ربي عطا لينا، حنا فرحانين بها. دابا راه كتشوف الناس بزاف قليل اللي يدير المضوله، قليل اللي هذه تصب عليهم الشتا لان توحشنا الشتا. كلها خير كلها خير الحمد لله ونشكر الله. ماشي نقول ما طاحش في الوقت ديالها، لا حتى هذا وقت كتضر حاجه وكتنفع حاجه اخرى، لان نفعات الزراعه كتنفع البحير، كاين الفقوس كاين الدرا كاين الفول كاين الله هذاك الشيء البوري الحمد لله، كتغسل تحيد المرض، راه بزاف ديال الحوايج الحمد لله شكرناه، اللهم لك الحمد الحمد لله ونشكره. الله يرحمنا والله يعطينا شي شباب ديال الشتاء، والله الله غيشوف فينا ان شاء الله، فرحانين بها ان شاء الله، يجيب الله راس الله ما يخليناش بلاش. وعاد نفع دابا نفع نفع زيد المازوز زيد نفع الشتاء، المازوزيه زوينه كتنفع زراعه وربيع وكل شيء، حيت دابا مع السخونيه كتنفع الارض كتنفع الارض ان شاء الله، كسيفه وزراعه اي الماكل البهيم والربيع وقضا زيت المازوزي بحال شي فول بحال شي جبانه ان شاء الله بحال شي الله كاين ان شاء الله يشوف.